تأثيرات امتداد منخفض جوي تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال الساعات القادمة. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سالت أجواء غائمة بشكل عام، وهبت رياح شرقية نشطة السرعة في عموم مناطق المملكة، عملت على إثارة الأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية. لكن خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، تبدأ المملكة تدريجيا تتأثر بامتداد لمنخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية، يدفع بكتلة هوائية باردة نحو المملكة اعتبارا من يوم غد الأربعاء. لكن تسبق هذه التأثيرات الجوية هبوب كبير ونشيط وقوي لرياح جنوبية غربية في عموم مناطق المملكة، تترافق مع حبات قوية أيضا قد تلامس 90 إلى 100 كيلومتر في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية. هذه الرياح ستعمل على إثارة الأتربة والغبار، وأيضا تدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات الصحراوية وأيضا مناطق البادية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية التي غطت سماء المملكة نهار اليوم. هي كانت كما ذكرنا عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. هذه الغيوم هي المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا في وسط البحر الأبيض المتوسط، سرعة ما سيتحرك نحو الشمال الشرقي باتجاه الأراضي التركية، يدفع بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة له باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، ثم لاحقا نحو منطقة بلاد الشام. تنشط الرياح الجنوبية الغربية بشكل كبير يوم الأربعاء، كما ذكرنا تلامس سرعة هبات الرياح 90 كيلومتر في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل فرص الأمطار أثناء تأثر المملكة بامتداد هذا المنخفض الجوي باستعراض هذه الخرائط لتوزيع الأمطار اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء لا أمطار متوقعة في عموم مناطق المملكة بشكل عام، لكن اعتبارا من ساعات ظهيرة يوم الأربعاء تقترب كميات كبيرة من الغيوم الماطرة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام، كما ذكرنا هي مقدمة أو امتداد لهذا المنخفض الجوي الذي يتمركز فوق الأراضي التركية، والكتل الهوائية الباردة المرافقة له تدفع بكميات كبيرة من الغيوم الماطرة باتجاه عموم منطقة بلاد الشام. التركيز أو التأثيرات الأكبر لهذا المنخفض الجوي ستكون خاصة فوق الأراضي السورية واللبنانية وشمال الأراضي الفلسطينية. تبدأ تأثيرات هذا الامتداد المنخفض الجوي على شكل أمطار انطلاقا من المنطقة الشمالية اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء، ثم تمتد فرص زخات الأمطار نحو المنطقة الوسطى من المملكة بما فيها العاصمة عمان خلال ساعات ليلة الأربعاء على الخميس. تستمر فرص زخات الأمطار بالمنطقة الشمالية والوسطى من المملكة حتى ساعات صباح يوم الخميس، على أن تبدأ تتراجع فرص هذه الأمطار تدريجيا مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي وابتعاد الكتلة الهوائية الباردة المرافقة له. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات هذه الليلة تسود أجواء غالبا غائمة بغيوم عالية بدون فعالية، 9 درجات مئوية فقط متوقعة كحرارة مقاسة، المحسوسة 5 درجات مئوية بفعل الرياح النشطة، الرطوبة حوالي 70%، أما الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الأربعاء رياح نشطة بشكل كبير خلال ساعات النهار، لا فرصة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات النهار في العاصمة عمان، تنخفض درجات الحرارة تسجل 12 درجة مئوية فقط، تتحسن فرص هطول زخات الأمطار خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس 8 درجات مئوية، تستمر فرص زخات الأمطار خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح من يوم الخميس 12 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 8 درجات مئوية، ويعود الطقس لاستقرار خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة، أما يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة تسجل 16 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 9 درجات مئوية مع انتشار كميات من الغيوم العالية. التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الأربعاء نبدأها من المنطقة الشمالية، رياح نشطة تهب بشكل كبير في عموم المناطق، هي مقدمة لهذا الامتداد للمنخفض الجوي، 14 إلى 8 في المفرق، 14 إلى 9 في إربد، 14 إلى 10 في جرش، وعجلون تسجل 12 إلى 8 درجات مئوية.
هذه الرياح نشطة أيضا تهب أيضا على المنطقة الوسطى، الزرقاء 14 إلى 9، البلقاء 12 إلى 9، عمان 12 إلى 8، مأدبة 14 إلى 8، والبحر الميت 22 إلى 17 درجة مئوية. الرياح الأقوى ستكون في المنطقة الجنوبية، أجواء عاصفة بشكل عام في الكرك 12 إلى 7، الطفيلة 12 إلى 8، الشوبك 10 إلى 5، ومعان 13 إلى 5 مع أجواء عاصفة وغبار بشكل عام ورياح كما ذكرنا تلامس حبات 90 كيلومتر في الساعة. أما العقبة أتربة مثارة مع 24 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا ستشهد أجواء عاصفة بشكل عام، رياح نشطة وقوية وموجات غبارية، الأزرق 16 إلى 8، الصفاوي 14 إلى 7، ورويشد 16 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية وللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.